طبعا اذا مات الابن وله ابناء وله اب وله ام او له اب فقط او له ام فقط او الاثنين معا، الايه القرانيه واضحه. الايه القرانيه في بدايه سوره النساء يقول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وان كانت واحده فلها النصف، ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. ان كان عنده اولاد، لو عنده اولاد، كلمه الاولاد هنا في تطلق على الذكر والانثى، يعني سواء كانوا ذكورا او ايه او اناث، الاب هياخد السدس والام تاخد السدس. يعني شوف هنا متساوي، عشان مش في كل الاحوال الرجل ياخد اكتر من المراه. هنا شوف النصاب متساوي، ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. لو عنده اولاد، يعني عنده اولاد سواء كان ذكورا او ايه او اناث، ولابويه لكل واحد منهما سدس مما ترك ان كان له ولد. فان لم يكن له ولد، ما عندوش اولاد، مات وما عندوش اولاد، فان لم يكن وارثه، ما تيجي تقعد مكاني يا عم الله، استنى كل شويه لاحظت عمل عقبت على الشيخ، ايه يا عم بهزر معاك يا عم، مفيش من كده. ولابويه لكل واحد منهما سدس مما ترك ان كان، فان لم يكن له ولد، طب ما عندوش اولاد، مات وما عندوش اولاد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الايه؟ الثلث. أمه هتاخد التلت والأب ياخد الايه؟ التلتين، ما هو ما عندوش أولاد. فالله سبحانه وتعالى قال لك: فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الايه؟ الثلث. اللي هو يعني ما قالش بقى فلأمه الثلث ولأبيه الايه؟ الثلثين، ما هي واضحة. أمه هتاخد التلت والباقي ايه؟ والباقي للأب، يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب إن كان لي إخوة فلأمه السدس مما ترى. وبعدين فلأمه السدس والله ده الآية دي عايزة تفسير برضه. وإن كان له إخوة فلأمه السدس، ثواني بقى، ولأبويه لكل واحد منهما سدس مما ترك، فلم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها إيه؟ أو دي إلى آخر الآيات. طيب لو ما عندوش الأخوة خلاص، ما الأم هتاخد التلت الثلث والأب هياخد اللي هي التلتين. جزاك الله خير.